بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم معنا فيديو جديد منطقة جديدة في المغرب. اليوم بتنا في الصحراء ديال تمكروت وغنحضروا العملية ديال حلب الجمال. خليكم معنا في هذا الفيديو ودائما ما تنساوش تشتركوا معنا في القناة وتفعيل خاصية الجرس وما تبخلوش علينا بالإعجاب. هذا اش كيسموه؟ شمال. شمال هذا هو الشمال. عندك قلعت ولا ها؟ محمد وينك؟ محمد وا محمد محمد Thank you.
خلاص انا كنت خلاص مش ما نعرفكم وعدتها الحليب سيدي قال لك هو الحليب كي الجراد ممثل الجراد تعرف الجراد لو تقبض وانت تقوم طلع النجمه مازال ضوء ما بان يعني تطلع نجمه الفجر يعني اذان الفجر خاصك تحلب هو قال لك الحليب انه متمثل الجراد الجراد الا طلع عليه الضوء يطير ما تقبض ولا راح لي الليل كيبيت فولا الشجار تقبض ياك سمعت ولا طلع عليه النهار يزيد في حاله مع زيد الخافي لانه هو ذاك الجراد ذاك ثلاثه بالاراده شكون هما ثلاثه بالاراده مشيت بالاراده النحله والنمله والجراده كيمشيو بالاراده بالملك ديالهم اي كيتبعوا الملك ديالهم ملي ما مشى كيتبعوا ياك سمعت والجراد قلنا الحليب كي الجراد خصك تقوم به بكري تحلبوا بكري وتصفيه بكري وتقادوا بكري وتبردوا بكري ياك سمعت والحليب ماشي غير تقبضوه وتحلبوه وديروه في معون حامي مازال سخون حنا بكري كنبردوه نبردوه في هذاك المرجل اللي هو اللي في القرله الكبيره تاع الطين كانت بكري وكان عندها ادرس شنو ادرس هو هادشي اللي كنا نعيشو بكري ما هو هذا كان عندنا واحد العود قدح ديال العود كبير ديال العود والقدرة ديال الطين الكبيره نبردوه فيها منين نبردوه فيها كيبرد عاد ديك الساعه نصفوه للناس شرب الحليب قلنا هي الناقة كتسرح الناقة اللي كتسرح في المرعى برا في الصحراء داكشي اللي كان كامل كتجيبو نافع الحمد لله من طرف العشوب ذوك العشوب مختلفة كاين الشوك كاين أصدار المرة كاين الحلوة اللي داكشي جبت كتجيبو الناقة اللي كانت كتجيبو منين كيكون أصدار مر كتجيبو مر منين يكون حلو كتجيبو حلو منين يكون مالح كجيبو مالح داكشي سبحان الله العظيم من الله سبحانه العجيب منين يكون الربيع كيتغير البن ديالها ومنين يكون ناقص الربيع كيتغير البن ديالها ولكن الحمد لله كامل زي الناقه كتسرح نافع الحليب ديالها نافع بمعنى الكلمه الحمد لله هذيك المشي ليها قال لك العرب والتجريب ديالنا احنا قال لك اللي عنده التمر والحليب ما يجوع ما يعطش اللي عنده التمر والحليب هو يشبعك ويغديك ويشربك الا برد يشربك ويغديك يشبعك ما تحتاج تاكل معاه تعيش به حنا نعيش به انا وهو تاي ونعيش بصحه جيده فيه يشبعك ولا برد يشربك ومادام هو التمر صافي التمر وتاي وهو التمر وتاي صافي راه ما تتسوى علاش مسائل ثانيه داك الشيء كامل الحمد لله طبيعي وكتعيش صحيح وتعيش ناشط إن باش ما كيخلي عندك ويك العصاب كيحيدوا